مشاهدينا للتعليق على الموضوع انضموا الينا عبر الهاتف من اربيل الكاتب السياسي الاستاذ لطيف شيخ مصطفى. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. البرلمان يؤجل جلسته الى الاربعاء المقبل كما هي العاده بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ماذا يعني تاجيل هذه الجلسه واثر التاجيل على حكومه تدار بالوكاله؟ نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لكم. تأجيل الجلسة في الحقيقة تعني بأنه عدم حصول اتفاق على مرشحي الوزارات السياسية في الدفاع العدل، وبالتأكيد طبعا هناك بالإضافة إلى تشابك المصالح ولعبة لوي الأذرع بين القوى السياسية الكبيرة، خاصة القوتين الرئيسيتين الشيعتين، هناك أيضا بالتأكيد تدخلات خارجية يعني واضحة في الشأن السياسي العراقي. لذلك يعني تسبب تأجيل الجلسة يعني عدم حصول الاتفاق، ويعني بقاء الحكومة على الرجاء وعدم إملاء الوزارات الثلاث السيادية. في الحقيقة الدولة القديمة كانت فقط تكتفي بإدارة بالدفاع وكذلك الداخلية والعدل، فهذه الوزارات المهمة لحد الآن لم يتم التوافق عليها، لذلك يتم تأجيل الجلسة. نعم أستاذ لطيف، يعني هل تعتقد أن عدم استكمال النصاب القانوني يعني هو كان مقصودا؟ يعني بالفعل اكتمل النصاب. النائبة ميثاق الحمدي قالت بأن النصاب اكتمل ولكن ألغيت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب. ما السبب في محاولة يعني إبراز عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات البرلمان؟ والله طبعا انا لست عضوا في البرلمان حتى اعرف ان كان النصاب مكتملا ام لا، ولكن في الحقيقه سبب التاجيل يعني واضح. التصريحات المتناقضه، يعني انت ككاتب سياسي، التصريحات المتناقضه بين الفعل ما يصرح به بان النصاب غير مكتمل ولكن اعضاء البرلمان يقولون بان النصاب مكتمل، هذه النقطه. نعم، هو ان كان نصاب مؤتمل او غير مؤتمل النتيجه واحده، يعني عدم حصول توافق على هذه المناصب. يعني نحن راينا انه بعد اعيد انتهاء عطله راس السنه اعضاء البرلمان كلهم لم يحضروا، هم حتى اذا حضروا لم يحصل هناك اتفاق، فهناك ربما الحكومه لا تريد المجازفه بادخال الاسماء ورفضها، ربما الحكومه ايضا تفضل عدم التصويت على الاسماء، لذلك كلها يدل على عدم توافق الكتل الرئيسيه على هذه المناصب. وهناك طبعا انقسام حاد ليس فقط داخل الكتل الشيعيه، يعني ايضا الكتل السنيه غير متفق على مرشحها، وكذا الحال بالنسبه للكتل الكرديه، نرى ايضا انقسام حاد على وزاره العدل. فهذه هي دلائل على عدم حصول توافق، وايضا يعني ينذر او يدل يعني يخبرنا بما يكون عليه عمر الحكومة، حتى وإن تم التوافق على هذه الوزارات وتم التصويت عليها، لكن يخبرنا بما يكون عليه وضع الحكومة خلال الأربع سنوات المتبقية. تكون حكومة يعني ضعيفة هشة معرضة في أي وقت لسحب الثقة أو للاستقالة. نعم، يعني هناك من يرى بأن زيارة ظريف أثرت على قرار تأجيل جلسة البرلمان اليوم، إلى أي مدى برأيك ترى بأن تشكيل الحكومة والموافقة على المرشحين وما إلى هنالك هو قرار ليس بيد شركاء العملية السياسية، بل أنهم ينتظرون ربما القرارات من الخارج؟ وهذا شيء واضح، يعني نحن نعرف بأنه هناك تدخلات خارجية لا يعني لا يتم إنكارها حتى من قبل السياسيين، يعني نرى بأن الرئيس الأمريكي العراقيين أيضا وزير وزراء الخارجية أو الدفاع للدول الكبار وأيضا وزير الخارجية الإيراني، يعني هنا ولا شك هناك يعني دائما منافسة أو صراحات بين أمريكا وبين إيران منذ السقوط منذ 2003، كل يريد أن ينهي أي صراع لصالحه، ولذلك وحتى هذه اللحظة أنا سأتي قادم على أرض الواقع الإيرانية المنتصرة، وفي النهاية إيران تفوز بمن تريد الفوز بهذا المنصب أو تلك. فبالتاكيد يعني التاثير الخارجي سواء كان ايراني او دولي لا يتم انكاره، وهو واضح جلي للعيان. وايضا ليس فقط هذا، هناك انقسام فضلا عن انقسام الكتل داخل نفسها، هناك انقسام هذه الكتل ايضا على هذه الدول دوله او تلك،
هذا ايضا يؤدي الى اشتداد نار الانقسام. نعم الاستاذ لطيف شيخ مصطفى الكاتب السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من اربيل، شكرا جزيلا لك.